لسه ما هي سكرتيرة. أنا آسف أستاذ، طلبك عندي محفوظ. طول بالك أستاذ، لسه أنا عم أتفاهم. وعلى شو بدنا نتفاهم؟ طلبك غير قانوني، لذلك مرفوض جملة وتفصيلا. إيه أستاذ أكرم كان يدبره. دبره أستاذ، دبره ونحن كلنا نظار. ما بخليك إلا مبسوط. تفضل خذ ورقك اطلع برا قبل ما حولك للنيابة بتهمة الرشوة. رح توقعها غصبا عنك. أنا بفرجيك شلون. برافو برافو عليك. أه هذول ما بيجوا غير من فوق، هي إذا جيتها من فوق بيوقعها غصبا عنك. فعلا فعلا. إيه ها. صباح الخير استاذ. صباح الخير. ها وينك يا رجال؟ تركتنا ورحت. ما في لزوم طالما حضرتك. وليش انا شاجي؟ حضره الملائكه هربت الشياطين. وهذا سؤال جديد بدك تجاوبني عليه. شو في علاقه ما بين رجعتي للمنصب وتركت للشغل؟ استاذ لا تفكر كثير بحكي، انا هيك بقطش وبلحش، بجيب من هون بحط هون، بجيب من تحت الدلف لتحت المزراب، من راس هاي لراس هاي، يعني حكياتي لا تاخذش عليه من كل انا مالي فهمان شو ما احكي. تفضل استاذ، هي رقم وتاريخ الطلب. ماشي الحال. وراء ابنك وينه؟ شحه موجوده يا استاذ. تفضل استاذ. أنا اليوم رح أقابل المدير العام، وإذا كان كلامك في ابنك مزبوط من هاللحظة هي بتعتبر وراء ابنك اللي قبلت. كثر خيرك، ما رح أسألك. الفضل. تفضل تفضل. سلام. سلام. هلا. هي أحلى فنجان قهوة. تفضل. يسمو إيديك يا أبو صالح. الله يسلمك. دكتور بتسمح تعطيني إذن ساعة الزمان أوصل على المستشفى؟ اطمن على امه الاستاذ طلال وارجع. طول عمرك صاحب واجب يا ابو صالح. الله يخلي الناس. الله يخلي الناس. انا بحياتي اذا المدير طلب قهوه ولا شاي اطلبي له من البوفيه. خير ابو صالح؟ ليش وين رايح؟ بدي اروح على البيت مشان اغير اواعي والبس طقم العرس. عندي طقم بيعجبني تمام، صار له 25 سنة بس لسا يعني ماشي حاله جديد. ايه وبعدين بدي اروح على المستشفى عند الاستاذ طلال مشان شق على امه. ايوه الله يخليك. سلم لي عليك. ايه الله يسلمك. سلم لي يا رب. خلي لي. اهلين. خلي ابو صالح كيفك؟ مرحبا. اهلين استاذ وحيد. اهلين. المدير جوا؟ ايه جوا. طيب بياخذ اذن منه انا مشان اخذك معي على المسلسل الجديد. عن جد عم تحكي؟ اي طبعا عندي دور يعني ابدا الك تماما، سكرتيره وحلوه هيك وكربوجه و... شو اسم المسلسل؟ اسمه يوميات مدير عام. عن جد؟ ايه والسكرتيره اسمها امل. مرحبا. اهلين وحيد. كيفك؟ اهلين. تفضل. شو عم تدير مع السكرتيرة برا؟ شاب تلفزيون. هاي رقم تاريخ الطلب 29/12/94، معناتها بعد انتهاء المدة بيوم. اي بس انا مالي عاطي استثناء لحدا، انا جبت السجل وطلعت ما في اي طلب مقدم تاريخ 29، وهي مشان نتاكد 29. هي 29. نعم 29/12/94. شريف ما عندي هالاسم ابدا. طيب لشو الشاب ليك زي؟ طب منين جاب الورقة اللي عليها ختم الديوان؟ ولا شو موظف الديوان يعطيه الورقة إذا ما كان أخذ منه الطلب؟ هاي الشغلة اللي بدها تفسير، لأنه ليكو ما في أي اسم للشاب. طيب تسمح لي؟ إيه تفضل تفضل. شو؟ على أساس ما في ثقة ما؟ لا في بس. بس فعلا ما في شيء. ما في. لحظة. هاي 28 ما لها. تفضل. ب 28 سجلوا ليكو نفس الطلب. 5207 مضبوط. غريبة بس شوف الرقم مدحوش دحش، يعني ايه؟ هذا الطلب بده تفسير هي القصة. طيب ها معناتها واضحة صارت الشغلة كتير. موظف الديوان قبلان الطلب وحاطه بتاريخ سابق. مزبوط. بس ليش عمل هيك؟ شو ليش عمل هيك؟ مبينة لازم تعاقبه هذا.
بعرف بدي عاقبه بس لازم افهم بالاول يا ترى حدا ضغط عليه ولا اخذ رشوه ولا طيب شو بدك تعمل؟ مثل العاده عندك زي جديد ولا بجيب لك؟ عندي واحد لبسته مره بيمشي حاله طيب. الو نعم اهلين مدام اهلين ايه تكرم عينك موجود موجود ثواني بس خليكي معي استاذ مدام على الخط استاذ في لك مكالمة لك كان وين راح الو ثواني مدام ثواني بس مدام ما بعرف هو موجود بس ما له موجود قصدي ما حدا عم يرد علي لا لا المفروض يكون في عنده حدا بس عم دق عليه وما عم يردوا علي ما بعرف لا لا مدام شو مرة رجال عنده ايه 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 مدام عليكم. وعليكم السلام اهلين وسهلين فيك شوي هاد انت هاد الك ولا للديب للديب اخي للديب ما حبيت منك اي نوم لازم تقلي خس الديب لا تقطع دغري شو بدك اخي شو بدك هيك ها خلي مجال للاخذ والعطاء اخي اي 500 ورقه ورق ابني دبرنا الطلب للمسابقه اخي ما بقدر لك لا ليش ما بتقدر لانه المهله خلصت إيه بعرف انه المهله خلصت لك ليه عم بعطيك ال 500 ورقه على سواد عيونك عيونك عم تمسك امسك ولك بعدين 500 تاني بيطلع لي حاملها هلا بظهرهم اذا نجح اخي القصه مو قصه مصاري لك قصه شو المهله اخي خلصت وهذا الطلب ما بقدر سجله ولا بقدر اعطي رقمه تاريخ لانه بده استثناء من المدير العام استثناء من المدير مين بده يوصل للمدير العام لك اخي اخي هلا انا عم احكي معك عربي عم تفهم علي ولا ما عم تفهم بفهم عليك بس انت ما عم تفهم علي مسيك دبر الغرز دبر اخي ما بتتدبر الله يرضى عليك دبر اخي ما بتتدبر ايه يعني ما بيمشي الحال غير من المدير العام من معاونه ما بيمشي الحال اخي اذا بتعرفه روح لعنده ايه رايح لعنده إيه الله معك الله يسلم ما غيرت رأيها أخي روح لعنده وشوفه الله يرضى عليك رح تندم عليها مخمسة هي لا أخي لا ما عاد تندم في بظهرها مخمسة تانية إذا نجح أخي مع السلامة روح شوفه مو تقلي ناولني شو الله جابك بدك تطول بالك يا أبو رعد لإمتى أستاذ مندوب ظهري رح يطوق من مسح السيارات يا اخي اصبر لك يومين ثلاثه لبين ما المدير العام يرق قلبه ناحيتك اخ لو اعرف شو يلي انزعله مني ما عملت له شيء خلص انت اترك الموضوع علي وانا بتصرف لا تنساني لا خلص قلت لك ما بنساك طيب السلام عليكم مع السلامه ليش هيك عدلها؟ على نية أكلنا قتلة تانية حشكو لبك من مين؟ من هذا أبو برق أبو رعد أبو بطيخ
هذا اللي ضربك هذيك المره؟ ما غيره. ليش شو جابه لهون؟ كان عند الاستاذ ممدوح. ايه وشلون قدرت تهرب منه؟ كان طالع واحد من مكتب السكرتيره معه هيك معاملات. ايه تعبعب فيه لبين ما نفد من حبحبه هيك كنت انا زمطت له. خذ اشرب جيب لك طاسه الرعبه. هلا وقت الارق لك وحيد. احمد ليك وشك اصفر مثل الليمونه صار. اوف حتوليت لك بسرعه هلا بحبحب جسمك. هلا لا تشتغل فيه اتركني بهمي. طيب شو صار معك مع موظف الديوان؟ ما رضي يعطيني الاولى مع اني عرضت عليه مصاري تندح. طيب شو بدك تسوي هلا؟ رح اطلبه لمكتبي وافهم منه كل شيء بس لالقط نفسي وغير اوعيي بسرعه بما يحبحب. لك شو هالمدير؟